أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. موضوع دائما يتردد بأنه الأنثى تبيض على الأرض وتنكسر، شو تسوي لها؟ تحصل وما تقدر كل شي تسوي، عدا تشوفون أني موفر لهم كل شي، وبانية عيش مضبوط هذا القفص اللي هو بفحل عراقي والنثية مالته ميكس من فحل ماليزي وأم عراقية فقست ب 2015. فالبارحة بيضت بيضة بالأرض واليوم بيضت البيضة الثانية بالأرض. لو تشوفون أعزائي الصفار مال البيضة مالتها يختلف عن الصفار البيضة العادية البلابل العادية. الصفار مالها لونه برتقالي أكثر من ما هو على الصفار. فأتمنى أحصل من عندها على أفراخ. العام مرتين كل مرة تطلع لي فرخ ويكتل الفحل. فهالسنة قلت بس تبيض تنام على البيض، إلى قبل وقت التفقيس أشيله للفحل وأخليها، أو أخذ البيض أخليه جوا نثية لف، وإن شاء الله أريد أشوف إيش راح يطلع من عندهم. بالختام أشكر متابعتكم للقناة، وهاي معلومات بسيطة تحصل، لا تهتمون، البلابل هي بحاجة إلى صبر. فإن شاء الله نحصل من عندها إنتاج هالسنة. شكرا جزيلا للمتابعة.